خلال 25 يوم حسب توجيهات السيد محافظ البصرة المحترم والمعالي وزير الداخلية بالزيارة الأخيرة طبعا، وجهوا أن تشكل خلية أزمة كاملة لمعرفة احتياجات المنفذ بصورة عامة من مجاميع صحية، كرفانات للكوادر العاملة، المسافرين، أجهزة تبريد. تعرف اليوم زيارة شاملة، مسح شامل ميداني. طبعا أنتم تعرفون أن المنفذ أصلا محال بعدة شركة، لكن هناك حلول آنية مستعجلة تخص زيارة الأربعينية. وضعنا خطة كاملة إن شاء الله اليوم، اطلعنا على المنفذ، على المرافق المنفذ كاملة، الأعداد المتوقعة للزائرين. إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيشهد المنفذ أعمال تبليط، صيانة، تبريد، كهرباء، استنفار الكوادر الموجودة. الشركة المنفذة كذلك راح يشهد نصب أجهزة تبريد، سقايف. طبعا السقايف راح تكون بصورة مؤقتة يعني موسم الزيارة. بوابة رئيسية كذلك سيتم نصبها. تعرف احنا البوابة بس من الجانب الإيراني، سيتم نصبها للتحكم بالأعداد الداخلية. الأخوان همين اليوم اطلعنا على احتياجاتهم، الجوازات، عملية الأمور الأمنية الأخرى. وحاليا احنا ابتداء من بكرة إن شاء الله يبدأ على أعمال الصيانة، أعمال السقايف، تبدأ أعمال التبريد، أعمال الكهرباء، مياه الإسالة كذلك. المنفذ إن شاء الله خلال 25 يوم رح يكون مستعد لاستقبال أي عدد من الزائرين المتوقع. طبعا احنا متوقعين تقريبا 120,000 يعني حسب ما كل سنة، لكن احنا حاليا خطتنا تشمل 150,000 زائر إن شاء الله من هذا المنفذ. تشمل عملية القدوم وعملية المغادرة كذلك. تعرف بعد الزيارة الأربعينية يتم عملية مغادرة واستيعاب أعداد كبيرة. احنا ان شاء الله اليوم حرصنا ان تكون هناك انسيابيه من خلال الجوازات، من خلال السيارات الماره، من كل الامور خدناها بالحسبان، خطه شامله. مدراء الوحدات الخدميه كذلك تم الاتصال بهم، راح يكون هناك استنفار خلال 25 يوم تقريبا اسبوعين ما بعدها حين اكمال اعمال الزياره. قضاء شط العرب حاليا احنا الاولويه المنفذ الشلامشه والطرق والانسيابيه، اما ومنفذ صفوان كذلك يعني الاهتمام بمنفذ صفوان. تعرف حضرتك اليوم يمكن احنا قبل الخليجي 25 كانت الاعداد مسيطر عليها تقريبا، والمنفذ يحتمل تقريبا 10,000 مسافر. ما بعد ال 25 والامان والصوره الايجابيه اللي نقلت ان شاء الله لدول الخليج، نتوقع انه الاعداد تزداد الى 40,000 إلى 50,000. وهذا يحتاج ايضا خطه وعمل وخليه خاصه بهذا الموضوع. طبعا ما بعد منفذ الشلامشه متجهين لمنفذ صفوان ان شاء الله، ووضعنا خطة كاملة أيضا تخص منفذ صفوان، الكوادر اللي معززة، الكرفانات، كل التفاصيل. هذا فيما يخص زيارة الأربعينية. احنا الحمد لله تعرف بعد ما نقل التزامات تعاقدية مال منفذ الشلامشة إلى منفذ إلى الحكومة المحلية محافظة البصرة، كان سابقا على الوزارة وتلكأ الشركة المنفذة، والحمد لله اليوم بلشنا بالأعمال. أكملنا أعمال المسوحات، أعمال ماستر بلان، كلها المنفذ الشلامشة متجهين أيضا بالنقل الالتزامات التعاقدية مع منفذ صفوان من الوزارة إلى محافظة البصرة إن شاء الله، وإن شاء الله سيعلن عنها قريبا، وراح يكون بحلة جديدة تليق بأهل البصرة إن شاء الله. طريق الشلامشة المبلطي شنو وصلت له؟ والله الحمد لله اليوم أكملنا أغلبية الأعمال إن شاء الله. الحج جسر خالد تعرفون حضراتكم إن شاء الله خلال الزيارة الأربعينية راح يكون داخل بالخدمة إن شاء الله. تقوم شركة الهلال حسب توجيهات السيد المحافظ والكوادر الفنية اللي زارت المنفذ بالمساعدة في تقديم الخدمات فيما يخص زيارة الأربعين القادمة، ومن خلال عدة أشياء. أولا فتح جراجات خارج المنفذ وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وتبليط بعض المناطق وإعادة تأهيل منظومة التبريد. سوف تقوم الشركة بتهيئة القاعات من خلال إعادة صيانة بعض أجهزة التبريد وربط منظومات تبريد جديدة، إضافة إلى مراوح مجهزة من قبل الشركة. وهناك مكانات إضافية ستفتح بصورة مؤقتة لاستقبال الأعداد من الزوار، وهناك قاعتين لاستقبال الزوار جديدة سوف تفتح كذلك. هناك ساحات خارجية تقع خارج حدود المنفذ الحالي سوف تكون مهيئة لاستقبال أكبر عدد من السيارات والمعدات الخاصة بنقل الزائري.